ينضم إلينا من أربيل الدكتور علاء النشوع، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا الدكتور علاء. بين الحديث عن صفعة قوية والتأكيد على إفشال الهجوم، هاتان روايتان إيرانية وإسرائيلية لهجوم الليلي الذي شنته إيران على إسرائيل بالأمس، يعني حول النتائج العسكرية لهذا الهجوم، كخبير عسكري كيف تقيم هذا الهجوم؟ نعم، شكرا جزيلا لك لسيرة الفاضلة ولقناة الموقرة. حقيقة احنا نتعامل دائما مع النتائج، والنتائج تقول ان هنالك لا خسائر لإسرائيل، باعتبار ان القوة النفسية او الضربة الإيرانية يعني حقيقة كانت تفتقد الى عناصر كثيرة، من ضمن هذه العناصر هي عنصر المضاغطة، واللي هو يعتبر جزء من يعني تعاني المعارك، وكذلك يعتبر جزء من صفحات الحرب. وانا باعتقادي يعني ايران يعني في هذه الضربه والتي يعني قدرت بحدود 200 طائره مسيره بالاضافه الى اكثر من 150 صاروخ مختلف، فاعتقد ان هذه الضربات لو كانت فعلا مؤثره وفيها يعني رؤوس حربيه وفيها يعني من الحمولات التي يمكن ان تستخدمها الطائرات المسيره، خاصه اذا كانت يعني من ناحيه التدقيق، لحد هذه اللحظه يعني لم تصل هنالك نتائج حقيقيه لمدى هذه الضربه او تاثيرها على الجانب الاسرائيلي. هذا من ناحيه، الناحيه الاخرى واللي هو ايضا يعني مهم، انه لحد هذه اللحظه انه اكثر هذه الطائرات واكثر هذه الصواريخ سقطت دون ان تصل الى اسرائيل وفي مناطق متفرقه، يعني خاصه في العراق، في سوريا، في الاردن، وهذه المناطق يعني حقيقه بعيده عن العمق الاسرائيلي وبعيده عن كل الاهداف الاسرائيليه. الشيء المهم يعني واللي مثير يعني حقيقه هو التوقيت، يعني التوقيتات التي يعني اعلنت بها القياده الاسرائيليه واستعدت لها ووضعت لها خطوط صد كثيره، بالاضافه الى القبه الحديديه التي يعني بدأ تشغيلها منذ يعني قرابة الخمس ساعات من بدء الضربة، وهذا يعني حقيقة قد أفشل كل الأهداف التي ممكن أن تتوقعها القيادة الإيرانية في العمق الإسرائيلي. دكتور علاء، يعني تل أبيب تتهم إيران بأنها زودت صواريخها بمتفجرات نووية، وهو الأمر الذي تعتبره يمثل تهديدا خطيرا على أمن إسرائيل، وهو الأمر الذي دفعها ودفع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بتصريح بأنه هناك فرصة سانحة لتكوين تحالف استراتيجي ضد إيران. ما هو تصورك لهذا التحالف، خاصة وأن اليوم البيت الأبيض يقول أنه لن، يعني بما معناه أنه لن ينجر في هذا الهجوم في حال شنت إسرائيل هجوم على إيران؟ الحقيقة احنا حتى نكون دقيقين يعني بالوقت في مستويات الردع، يعني خاصة مستوى الردع الإيراني ومستوى الردع الإسرائيلي، المستويات مختلفة من ناحية القوى العسكرية، من ناحية القوى النووية، بالإضافة إلى أنه مستويات الردع الإسرائيلية أقوى وأكثر يعني فعالية وأكثر قدرة على الوصول إلى الأهداف داخل العمق الإيراني، لأن إيران كما نعلم أنها لا توجد لها يعني قوة جوية فاعلة كما هي القوة الجوية الإسرائيلية أو سلاح الجو الإسرائيلي. سلاح الجو الإسرائيلي يمتلك طائرات يعني ذات قدرات عالية، خاصة يعني الـ F-35 الـ F-22، بالإضافة إلى أساطيل من طائرات الـ F-15، وهذه الطائرات حقيقة قد دربت يعني كثيرا على انتخاب الأهداف داخل العمق الإيراني ومن ضمن الأهداف اللي هي المشاة النووية. وأعتقد يعني بالنسبة لإيران لا يمكن لها يعني في كل حساباتها ممكن أن تصل في مستويات الردع عن طريق الصواريخ البالستية أو صواريخ الكروز، ولكن هذه الصواريخ حقيقة حتى وإن بدت فعاليتها أثبتت الاختبارات، وخاصة يعني بعد قيام إيران بضرب إسرائيل وكذلك استخدام الصواريخ ضد القواعد العسكرية في العراق، وجدت أن هذه الصواريخ غير فعالة ولا يمكن لها أن تؤثر تأثير مباشر كما هي الأسلحة البالستية الموجودة في يعني في الأسلحة الروسية أو الأسلحة التي ممكن أن تستخدم
عالميا ضمن القياسات والنظرات التي تعتبر ضمن الاختبارات القياسية العالمية. فضمن الاختبارات القياسية العالمية إيران لم لحد هذه اللحظة لم تثبت لنفسها أنها ذات قدرات كبيرة جدا في مجال الأسلحة البالستية، وهذا أيضا يحسب كحساب باعتبار أن الإعلام قد يعني أعطى قدرات كبيرة لإيران، أو قد يعني أعطى للقوة البالستية الإيرانية أكثر من حجمها. فإضافة إلى ذلك أنه يعني حقيقة إذا كانت إسرائيل تعتقد أن إيران قد زودت بعض صواريخها في قضايا نووية، فأعتقد هذا الأمر بعيد عن الصحة لأسباب كثيرة، باعتبار أن لحد هذه اللحظة البرنامج النووي الإيراني لم تصل فيه القدرات إلى أن يزود صواريخه أو يزود طائراته بهكذا تقنية أو بهكذا قدرات عسكرية. فأنا أعتقد أن إسرائيل إذا كانت تريد يعني ذريعة للدخول إلى ضرب إيران أو نزع سلاح إيران النووي ونزع سلاح إيران البالستي، فأعتقد تتجه إلى خيارات جديدة، وهذه الخيارات أعتقد كما حدث للعراق في عام 91 سيحدث لإيران في قضية نزع الأسلحة. بشكرك شكر جزيل من أربيل الدكتور علاء النشوع الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا في هذه الساعة الإخبارية، شكرا جزيلا لك.